كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يثمثن وقيد المجلس ويس 20 من مجالس شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله نبضدر الموضوع المنطوق والمفهوم المنطوق والمفهوم أكون اسم الشيخ سلميثان خمسي كنتي عادة باش نكمل أسي ندى المنطوق مثلا يفهم من دلالة النص مباشرة دلالة اللفظ مدينة ربي سبحانه في عنان الوالدين الدرية إن ناسم الدرية ولا تقل لهما أفين ده شو تفهم مسؤول لك شو نفهم بلا رب دي قار الدرية وقار ثرى مولا ون أف أخيني روح ويد ثغوسة سقرى أف أفاقي ذا خفيف مزي جيلس ولكن إمولانا لا إمولانا ذي غالص غرص نزاي وثقفير ضارة تقضي شرط في اللاس أوف تعيض ديكسن الزاي وغالني مولان الزايف أكرا فهمني مولان رب دي قرثة مش طوحة يقول سيد قرثرة هذا منطوق أي دي فغان دي قوال دي القرآن إيه المفهوم ماشي دي وان هو النظام يعني منع التأفيف وهو الصغير وهو الأصغر من باب أولى منع غيره من شتم وضرب و و و صافي زمريون سمحتي إمولاني هذا في السوضة لا جوستيس كاع لسين ضاي غار وكيف إمولاني كيني خلف غار القرآن رب دي قاروس نقرا كان اوف مي باش نسوف لا كارت لا جوستيس الكارتا نورمال باش دي سوف لوسيه ثاني سوف زغخان باسكو سا لي فري فونسي مي سني الحقيس سيني مولا فرص انكسر لي فري فونسي ادير في الله في رونجيتي سات فون ودني غير راس قدره سليما في قرية إنسان بغا سلميم كونفوكاسيون لوسي نورمال سيتادير إيوي تنسخم جمغارا أخيني بغ تنسخم جمغارا نورمال طوموبيل سيدي جغتني ندينا ناس تسفم في زي ونوان كل هذا لذلك إلا المنطوق إلا المفهوم ثورا نكمل المنطوق إلا ربعة إلا دلالة النص إلا دلالة العبارة إلا دلالة الاقتضاء إلا دلالة الإشارة نكويتي قلت لي عدن نخدم النص والظاهر مي سيناقين خدميثن سيناقين خدميثن ثورة الساقي هذا كيدينا هذا المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره إلى أن يقول بعدين ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد ذاقين حبس ذاقين كيف هو كالأسد ثم مسيضيون الفلاني ذيزم معنى ذي الشجاعة ماشي ذيزم ننسى ماشي ذيزم يعني تشكرت دار ميم زيك ذي المثل ما استخدمك الحيوانات وكذا لكن الفلاني مارسين الفلاني تشاثيزم نغى الفلاني تشاثقجون هو متشريسين ولكن أمشي كشبح مريف غواوال أعطانا نيدينا مشيرنك قام في اسمه خير اسمه مقفغ ووال بلي الفلاني تشاثيزم قريب يغالد الشرف يعني قريب يعني مي مسيرين
يتشات وش نغي يتشات شوية كان صافي ذي قائل الذي ذي تعرف ما يسمى بالمعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لا المعنى المجازي المعنى الحقيقي ما دير الفلاني أسد صافي دير سقرديزم معنى حقيقي ولكن ماشي اللي المقصود المقصود المجاز لأن مقارنة أرجزين الفلاني ذي ما ذيزم بعد سنين تسدى ثم توصلت الشكار سنين تسدى إلى آخره يكل مثل يكون يخدم إلى قد نفهم المعنى المجازي ثم توصي حرزن في فتيوة حرزن ذاك الله يفلح الله يبارك ما شاء الله يصفر حق ربي شاف فرحة يذوما يصفي المعنى مقل المقصود مقل المقصود اللي هو صفي إلى المنطوق إلى المفهوم إلى المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي ثورة أنكمل إذن مع المجلس رقم 20 المصنف يقول يقول المصنف واللفظ إن دل جزءه على جزء المعنى فمركب لأن اللفظ قد يكون مركبا وقد يكون مفردا ما ردين مثلا أدين يضع كتاب أنصر أجد كم اللفظ كتاب واش كتاب شريعة كتاب فيزياء كتاب كيمياء كتاب علوم كتاب رياضيات كتاب أدب معناه ما رد ينطر كتاب شريعة نا كتاب رياضيات سيكتفت من الرياضيات سيكتفت من الشريعة صدر إلى المضاف إلى المضاف إليه صافي اللفظ الأول كتاب هو جزء من مركب دل على معنى جزئي لم يكتمل أريد كمال أرى سراجوض كتاب كذا كتاب كذا انسراجو ما إلا وإلا مفرد فمفرد المفرد إزمار ذي مثلا الواو واو واو واحد يكفي من الفهميث واو وهو أداة عطف ميكو شي نيغ فا أداة عطف ثم أداة عطف خاطين وا كذوا يخي نقر الواو لمطلق الجمع أشي نيغ مثلا جاء محمد وعمر يساد محمد وكذا عمر يساد هل المقصود محمد إذا مزور يساد؟ لا لا وساند ذاكي إزمار عمر ديك من دام زوارو نغاشي مثلا دخل المسجد محمد وعمر يكشمد غل الجامع محمد كذا عمر مما مادام نيغ دوا وفهمنا بلي ذو محمد دام زوارو خاطي إزمار ذو عمر دام زوارو شو كي نخي ذاك مطلق الجمع مطلق الجمع كي قام ذي اللغة هو أداة عطف يفيد مطلق الجمع ملكو هاكي نيغ جاء محمد فعمر نغد فا فاجي وحدس تبان تبان معناه تفيد العطف وتفيد الترتيب او التعقيب معناه يشمد محمد فيرس كان يشمد عمر جوست ابري مباشره ولاش الوقت طاس ملي كاشيني دخل محمد ثم إيفان إيفان ذي سميسي ذا واليس ثم عمر المعنى يس ذي محمد ذا مزوارو بعد يديرنو عمر لو كان نطبق المعاني يقيل الألفاظ المفردة في العبد مريمث أماته ربينا أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كل كلام القرآن أماته يموت يفوس ربي إلى الموت وبعدين شو دينا ربي فأقبره ورزما تنطلق الذي يمث إلى قلم يموت إلى قلم موت سمز واروث ملمي يموت ف ودقارات جاضك فريجيدير أقول النص فريجيدير كليماتيزي نطور دي الشتوى خمس شوية بذفل تبدي لسكان ذفل هذه قيم عادي مش شرع دي قرا لا الميث يسعى رونديفو
ان دث اكثر. سبو صديق ربي، لذلك يعني اكرام الميت دفنوه اثننطل بلا ما الشماط كوين قدرنا كذي الاعراف الا وان دس غير من الى قد ينس وذا قد ينس يومين وذي ثلاث ايام والى قد نرجونا كذي دسنا كسيدي دسنا كوكو كوكو ميمو قاعد يطفي يوسف الا قد دسنا وقاعد يدير الخارج وقاعد يسعى الفيزا وقاعد يلاش الفول الى قد نرجو الا قد دسنا ماشي ثم ربو دينا لا ثم دي قار ثا ثا صافي اماته ثا أقبره إنه شور البعث يوم القيامة ودينا رفا إن ثم ثم زمرة سيلس وقاسي زمرة 20 سنة زمرة 10 القرون لا ندري ثم إذا شاء انشره. من بعد المصنف حدثنا عن ثلاث أنواع من الدلالات، ثلا دلالة المطابقة، ثلا دلالة التضمن، ثلا دلالة الالتزام أو دلالة اللزوم. يوث يوث نكويث قبيلي ثميث ولا ميوني هدر ثقف سنو قيدا حدث بوال اغر طوحة غطاس يحدث بوال خطر ذا حدث بوال كل حاجة كل أكدف كوالني سوا سوا في دي بلاسي أمو ما صوثني حرشناكني في كل ذي ولكن اكديو ثبر اكديو يزرو يلقن سي بوسا لي ماسوثن للزعف في لي مانوفر السيري فورضه طوطوش ياك هذا مشطوح صبوض يدا زرون شتات تصمي ضرا كضري على كل عبد كي دازر كي قال ولكن في كي دازرو راه خدم هذا سي تادير ناس دو دازرون شتات ما ينفعش اي القنص قبيلي يشري يغلب تفاوت اولا كي قارنت ماشي كان ديك الشريه كي سي فري فير ما يشري يوفرنو ساي يشري في كاسد التفاوت الى قر اما الى شري مقارط بالتفاوت تاع مشطوح ما ينفعش في كل ميم ديال الامور الاجتماعيه شين الله غالب يشري يغلب تفاوت هكا صدر ما ثوالا غير يهضر تقضيت حدث بوال زي تعرف اللغة العربية أي روك العلماء من القرآن نزيش يسهل سنة فهم القرآن والسنة خاطر السنة كل شوية لاقي سنة مليح الأدب الجاهلي معلقات المعلقات تجي شعرني من القرآن يحدث البوال وين خدمنا أسفر الله الله خدمنا دي السوق الأسواق شغل نوادي باللغة العصر نادي ثقافي كما السوق عكاظ أذي منين سوى يم قران الشعراء يم قران اسفروا يد يفرار اثاوين ثعلقن على جدران الكعبه ايه حين انتسى الزهر اسفروا كي تعلق في الكعبه بعد سميت بالمعلقات وعلقت عنطره بن شداد عنطره وين ساعه انتاك تحدث بوال ولا كوين نظن يعني حدث نسيف عنطر بن شداد امرؤ القيس عمرو بن كلثوم يعني هذوك الشعراء مقارنة المعلقات الزيك الزيك هذا فضي من صغاري الادب يحفظيه انت يحفظيه انت نورمال ثورا وين توفيض يسعى 10 دكتوراه في الادب بالك ذي 10000 دكاتره دفضيون عادي بلاش تكاد اديني نثنجر قريب اديني نثنجر وزرا شو تقرا باسكو سميث كان وما لو كان يعني يطفض كوفيرا جاستين يا اخي البديع والجناس والطباق والتوريه والتشبيه التمثيل والتشبيه الضمني والاستعاره المكنيه والاستعاره التصريحيه زي كاستين كيد كان في مثلا في الطباق 20 بيت يهديو 40 الا الى الخير استين كيد في الجناس 20 بيت يهديو 65 عادي يسيلو اما استعرف ثم استقبايلي ثورا لا اله الا محمد رسول الله ثورا كل شيء بيبري شطح كان يرنا على اليوتيوب هاكي وكذا كي اشي كدوغ المعلومه 3 مينوت اشي تجفدا سي الانترنت سي ديفك وسي كولك دي سوفر دي جوس الساعه 100 الشبهات 100 100 100 الشبهات الساكيك في الدرس يسد يوم نوري انك السنه السنه كي ننفيذش دقرنك واقل ما كاينش منها ناس نورمال
غادي تولي واش نورمال نورمال الساقي الساقي ماشي يظل يسقي إن كنا سلاح كنا دبس الوحي الوحيين ناسي أشو فيهم هنا كما ذو القرآن ذو الوحي ما السنة خاطي 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 الناس زول جمعة زول الناس لا يقبل مش أصلا لنا مين فقيم غير سيلا قد يوالف جريس يعني سيسارة رجال وروني ثمان أنسينا يشوف يخزي الانترنت ناس ثورة كان ديت برس نعم دولك ثورة كان ما عندناش بزاف أو كن يهضو ربي لي سوليسيون فاسيل ذي ريثانت زيك واحد يغرث معمر هذه مزر الميزيريه الغرفه اللاز ايه هذه يحفظ القران هذه ابن السلواح هذه ابن الفلقه هي كنت يرنو هذه ابن عاشر هذه ابن المختصر الفقهي هذه ابن الرساله هذه يرنو الى اخره ولكن مسكين دي روح حرث معمر دي روح حرث الدرس للشيخ متواضع يرسوك الخير ربح ما شاء ثورة قيم الساعة شمال الانترنت جوجل ثغالظ الى اخره ثواضع مشي أمشي نتوكل لخ بروغراماسيون البرمجة العصبية ثم قانتور البرمجة العصبية ناس قال الله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إيش الآية جي ناس تقول القرآن بالقرآن صافي يعني استذكرت استكثرت باش نسمي الوحي دلالتنا ثلاثة ثلاث دلالة المطابقة ثلاث دلالة التضمن ثلاث دلالة اللزوم والالتزام أشو دين المصنف ودلالة اللفظ على معناه مطابقة في كل الدين أول يرس في المعنى يسدون أدين ثوالا ثسدة أدين الثسدة ثفان ثسدة دين إزم ذيزم يوني ثوالا ذي واحد دور الحديقان دالنا كوي أسيني وقي ذيزم ذيزم دين كفواليس ولكن الثكوال وقيمة دين إزم وتذيزم ثقي دلالة المطابقة لفظ طبق المعنى بدين اسم على مسمى استقبالي تزيك سمحتي مردينين الفلاني الززدي الحمينس يعني زديت الحمى زديتاكم ماشي كان ماشي سيث بوثر داخل لا ثوري ولدي هضر في الزديق من السين ضايغر لاكاج زديث راه كاينين نغد اخا اخا من زديث مي لاكاج نو صافي فغادي نير مدينة تزدي كلمة تزدي وذا غير المعنيين تزدي كلش الظاهر والباطن الشرع مدينة تظل باش تيقبض ربي لقص الطهارة قنص العلماء شدان الطهارة صفة حكمية ولكن تنصرف إلى طهارة الجسد ديال الوضوء بادم طهارة الثوب اللبسة اللي قد يزدي في اللبسة طهارة البقعة البقعة نغل المكان بناك في قذقي باش بنادم ما يولف هذه يزدي ممول خطر تزدي 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 يلا ما يغلص في الخطر وقيل المقصود نغلا أي القرن قبيل مزدي ثولون أذ شبحن وذمون وإلا ثقي أنه على جزئه تضمن إزمر يمكن يسمح فيه خامس ذي الحظ والهوارة نغ الحظ يغليد نغ ثبور الرز إزمر ذي نتقسم طوث خامس ثيني خامقي الرز ثند أخامي الرز نسوري الرز أو خام ثقي قرناس إطلاق الكل مع إرادة الجزء هكا انت تسبور تيج قرصن فرز نقولش البنتوري وخام نغ كذا مية اكتيني اخام يروح ذيك سنت عادة من يستخدم من طريقة يجي استخدام سلفت الانتباه للاهتمام للاهتمام في بارك الله فيك غرد كان الآية هل طار الاصبع او كيكشم داخل اولا ماشي كل اصبع يكشم البنان شو تايكن ثانيا ما هو المقصود باش يوصلنا للقران والسنه راه سيدي والسنه الحق اخيني الفلاني يجرى فوسيس ناضوين سوق مزوريس المقصود هنا ذوا نتسى غاسدين القران اصابعهم الاصبع كومبلي ولكن ورق صدر الأسبوع
الدلالة المجازية معناه طرفي كان الأصبع، طرفي كان الشوطي كان كي، طرفي كان دايا. هذا ما كان. وقي المقصود، يجي إطلاق الكل اللي مع إرادة الجزء. ومن يستخدم وقي للانتباه، لفت الانتباه، لفت النظر. أشينا خام كي يروح. نسول روح روح خام. عندي روح وخام. وخلصنا الفاكتور بامان، يزمنا من. وخلصنا الفاكتور انتريسيتي. من بعد خام أشينا يروح وخام، خام يروح. نسول روح وخام. ذا الجزء كي يبغى إلا وين لا القوت إلا الخير إلا كلش يعني. انتريسيتي تروح. صافي استخدم الكل مع إرادة الجزء. أمشي سقارن وقيدي لغة الأصول قارص دلالة تضمن إلا دلالة النظام اسمس دلالة الالتزام نغدلة اللزوم. ليش ودينا المصنف بالحرف الواحد يناد ولازمه الذهن التزام. الشغل اللغة الصينية ولازمه الذهن التزام. ليش يفغى ديني ما انتهى دلالة الالتزام. مثلا مارست نظ ايون اول ذي ذمن ام من مستخدمنا ولك اول ذي ذمن من مستخدمنا اول ذي ذمن استخدمت جيون السياق لكن مثلا تقريبا ما لا يون مثلا يتوجرح سوا والو كذا بطف ضمح يتقلق وكذا ماشي يعني ضالدي معليش معاشيني ولدي ذمن الى المقصود يعني ماذا يلزم يلزم انه باش يبرر غضبه نغا اما راشيني سمحتي ذي القبائل دينا ماشي دينا كاش ودنا الرقمات ذوال في سوسف ذمن كرمكم الله من مين يستخدم ولاي الرقمات ذوال في سوسف ذمن ماكي. المعنى يسمث ولاذيون يعني يرفع فوال وكذا الحاصل يجرح لونغواس والستريس بسيكولوج يشم قيون تيونال سينظ اول نكدينا ذيريث الصح مي زوال في سوسة فكرمكم الله لو كان توضع لابوراتوار ام كادي فا ريزولتا دمام اسم باش تكلمين تكلمين بارك الله فيك ترسل الغضب وكذا الى اخره أكين وين جاني جنجان تستخدم ذي كلش أما وين جاني جنجان وين نبغانا كل غشي أذن جون نبغانا كل نجاة أذن سلكن أكين وين جاني جنجان يلا لذلك ربي سبحانه عز وجل ميدينا في القرآن يدفع بالتي هي أحسن هوال يدفع القرآن يدفع بالتي هي أحسن وبعدين كل يس اللغات وترجمه ياك كل يونس اللغة يس كل يون أمشي فاسفروني قارن زيك نمثلين زيك إنيس نكوني السمر نتسالي نثمر إيش في المعنى إيس باش يقصد ثلاثة زديت لا لا يقصدين النظام ذقوة الغزيف ميسينا نيس نكوني سولمو نتسالي نشنو ويضي نيس نكوني سزان نتسالي نسويزام ويظن الناس ان كوني استمر نتسالي نثمر افنو لا شي مول تسقوض نظما غير ربا يصر ولكن مش تولي هنا مش صافي الى المجاز الى ثلا المطابقه الى مقل اللوازم ناس ما سيظن كوني استمر نتسالي نثمر ايه ما انتهى كوني ذخم الجدود نوان شينا غروم ساعوني الليل كذا وكذا الى ميم ترى كوني لازمكم ذلك طويل العماد كثير الرماد عبد كان طويل العماد كثير الرماد طويل العماد شرحي تيد كان طويل العماد الشيخ كناية الشجاعة الشيخ طويل الرماد الساخي الساخي بارك الله فيك استخدمنا كل الفاظ اعطيك الصحة لطفي حسن بن ثابت ناس وبحري لا تكدره الدلاء اسكو حسن بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم هل ترى يسعى اسم البحر يسعى البحر
هي سايش دي الصحراء اصلا يعني ديجا قبل هكا قسمي سنين تعدن في لاصا في النبي صلى الله عليه وسلم ذغني يا رسول الله في كيلاثنا اهجوهم زيك على بالك الشعار من القران ما يتيري في سلهيجا ذي الميسيل انا عمير الصواريخ ذغني النبي صلى الله عليه وسلم اتهجوهم وانا منهم قل كان امش يعني بس خمض الهيجا يعني وقف نتعاير ذاك القومينو بصح نسعى الكفار للمشركين لكلش مينو للقومي صباح يتحارف لسنو لماذا سبحان الله من بعد ذا شو سينا أحسن إناس يا رسول الله إني أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين الله يا رب الله أكيد كسر سيسمى كده كسر اسم الشعرة سقروا كثير يكون سقف ذاك يعني أديك سنن بلا ما دندي ذم من أوسي مقابل إني أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين ذي الناس ينفع صلى الله عليه وسلم أهجوهم وروح القدس معك كيف كيس الفوفار في كيس الطب حسن بن ثابت شاعر كبير إفغادي شكر شعريس الحقيس يسفرينس أمكي سينا فغانا السلوغ الوياضة فغانا وكي خص مني وكذا إن يس وبحري لا تكدره الدلاء البحرينو أري الزميرة السلوغني يفيذون النون ميلان البحر الفافورو الزميرة يسلوغ وما أدرك فيذون يعني خدمة شو تفغيض وعبر الشعراء المتنبي ذا كيف كيف ولازمه الذهن التزام معناه إلا لازم زمد في كذا ولا كستقبيليت شو تقصد أين النظام تقصد أين النظام قرن استقبيليت ورن ساي ثار بعث ورسغيمي تجمع ذا شو المعنى صح المعنى في التكتل الصدقية هذا بشيء إلى آخره أي السيلان ذاك سوم ذا شكيران ذا سنان شو ديون وذ قوي صار ديوني جرح سوى وال هذا غصني ضاولة زي كيس يسأل ولا سيو طريقة بسيكو يعني سيكولوجية عميقة وسيقرأ شنو يوري كذا لا 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 أي السيلان ذاك سوم ذا شكيران ذا سنان نقلب انت المراهين يغال قلمون سيضر قلمون نورمال مو ماشي اذا مكانيس الى قذيلي يا سفلى وقرو غير ثوياث مراهين يغال قلمون سيضر افهم المساج روسي هكا يلا اذن وهذه دلالات مجازيه اشودينا في الاخير اشودينا والاولى لفظيه والثنتان عقليتان ولكن سنتاجي دلالة المطابقة اللفظية دلالة التضمن ودلالة اللزوم من الالتزام يشمد العقل يكمصي أي سنذي باش هذي يفهم ذا شو ذا المقصود ذا شو ذا نمس فهم طيب صافي سمحتي من ثقبيلي سنغري أنا غير تعرف ثقبيلي معليش فرصة المهم ثورة غير ثمثن أن نروح المنطق يفدانك ثم المنطق وكذا وليس قبل ذلك من غشو دين المصنف أديني المنطق إلا المنطق الصريح يسعى ثلاث دلالات دلالة النص وهي أعلى المراتب كما شرحناها نشرح سيتاجي ودلالة الظاهر هي في المرتبة الثانية في المرتبة الثانية من المنطوق الصريح خطر المنطوق يسعى أربعة دلالة فيك ساعة أربعة بس نشوفوا ثم زوروث دلالة النصي وهي أعلاها أعلاهن في سنث دلالة الظاهر كلاهما منطوق صريح ثلاثة دلالة الاقتضاء أربعة دلالة الإشارة سنثاقي ثنقورة منطوق ضمني سنتي مزورة منطوق صريح دلالة النص نفكاد الأمثلة ودنسعوا ذلك الدرس نعدل دلالة الظاهر كنت سمخير دلالة الظاهر
مدين ربي سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا. ذا شو يقصد ربي ذا قيد الآية؟ أديقار البيع والشراء، البيع حلال والربا حرام، ذا ينفهم، هذا هو الظاهر. ولكن إلى وين نظن فان ذا ذاكين أغسو في دينار ربي ذاكين من فهميث اللي هو نفي المماثلة. خطر ذيهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وقال لك فغانا سخلضنا ويقارن كيف كيف أم البيع أم الربا كي كيف نسن. بعد ربي سري الرئيس يند وأحل الله البيع وحل وحرم الربا. الآية ممتاز 275 من سورة البقرة. إذن ثقي دلالة الظاهر، فهي الدلالة الثانية وتحت له المرتبة الثانية بعد دلالة النص في المنطوق الصريح. ثورة أغدية وسنة تياض ولك أنا يبغي سنتيم زورة فيهن نروح 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 أبري يكمل أول استأنف أول إناد مقل كان دقينس استخدم ثم إلا قال استخدم ثم باسكو يشمد شغال وياض يشمد المعلومة النظام من بعد يغال ما كاينش يستقبل كي غاوند كوال ديغال الفير مثوال ديغال ديغال دافيك ثم يخدم ثم وهي أداة عطف تفيد الترتيب مع التاريخ. ثاشو دينا دلالة ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء. ذا شو المعنى؟ المنطق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار تاجي تاجي تسلثة فدلالة اقتضاء. فأضرب كالمثال بالمثال يتضح المقال. إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وينذر ربي سبحانه القرآن سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. لا يمكن أن فهم لا القرآن ولا السنة بلا دلالتين، لا يمكن مستحيل. هنزفو ذي القرآن ربي ناد حرمت عليكم أمهاتكم ويسي قبل انتك جامي جامي ايش دش من الحرام ير ميس دي ماس نغير ليس دي ماس ماهوش معقول. لا يمكن لهذا الكلام أن نستوعب صدقه وهو كلام الله إلا بتقدير مضمر إلى قد نوي ونبوال ذي المخنق باش نفهم الآية. ذا شو ذا ولي قال قد يشم ذاكي سواج هذا المكان معنى حرمت عليكم أمهاتكم معنى ذي الحرام في ندم ذي يماس ولتماس يليس والحمد لله على الشريعة نغيكس عن شوالقي على فكرة الحمد ربات نشكر 23 سورة النساء. إذن مدينة حرمت عليكم أمهاتكم أنا إلا قنت سنة نسموها هذا شو شو إلا إلا ينبوال مضمر مقدر. والقرآن نزل بلغة العرب ربي أنت بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا ولا نفهم الوحيين إلا بلغة العرب باللغة العربية. أي غير نكون جدوث ناظر في الاسنية عفو ربي كيف القبائل عادي من بعد ونسمون كرارة القبائل في النظر لصلنا ميم غارني بزورة حرشن أي صغر القرآن سرنون إلى تجرمت أي غير صغرين تجرمت أي غار
يزمون في مالك فينا مشاكا كي القبائل صار تجرم تجرم تعرف نغصر الألفية بالمعطي بالمعطي ذا قبائلي ذا حداد بوال ذي قبائلي وذا حداد بوالي تعرف الألفية ست صغارة تقارن وعرفن تقارن وعرفن ندل وعرفني تقارن ذا قبائلي ذا قبائلي سني صغارين تعرف وذا قلنا زاتنا ذا ذي المجلسة قلنا من بلغ مستوى عالي جدا في اللغة العربية ولكن سيروح هذا قبيلي في سنة سيروح هذه هذا هو الفهم يعني لكي لا أخطئ ذاكي ولا ذاكي أساتذة الشيوخ النغط ذاكي حضرني يا رنغ وقال غد في ذرغ البعضة تسغوية صافي نخذ دلام اللام سوى لخنه ذاكي ولكن تعرف لذلك القرآن مدينا رب سبحانه هذا الكلام حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم يأتي العلماء علماء التفسير علماء الأصول أشينين باش نفهموا هذه الآية لازم نديروا كذا وكذا ويأتي علم الأصول إفريغا كل شغلاجي فرنت انتاكوا ثم المنطوق إن توقف الصدق يعني باش نصدق هذا الكلام وكلام الله يقينا ولكن معناه لابد من تقدير مضمر هذا في مثال أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكروها عليه مستحيل نفهمها ولاقي منخدمة هذا حاجة إذا قدرني وي حاجة نظر أتقفل باللي ونغلظارة باللي نفت سيارة باللي أنا ونغلظارة نفت سيارة خطأ ما دين رفع عن أمتي الخطأ المعنى يسي الأمة لا تخطئ الأمة لا تخطئ يا حصرة هلا في قال نقل لأنها ربي يستر يعني لوين الخير على كل حال وين الهلمي مي كيف نفهم هذا الكلام إلى قد نوي بوال مضمر أشو ناس مضمر معنى يفر يفر نكوني يسنسي ولا هيدنوي فيك البركة هذا شو ذا ولقي معنى يسل إثم رفع عن أمتي إثم الخطأ إلى قد نوي الإثم معنى رسالة دنوب وين يغلظن رسالة دنوب مفهوم ميك غلظ الشيخي نستغفر الله أي رقان استقبالي السماح ذا الذرار المنع وريد يسفه من أولا قد قبالي السماح ذا الذرار المنع ويقرص ذا الذرار السلاح ذا شو المعنى يس معنى ما يليون يغلظ أدي سرغور كيني سمحيي أكن كان دينا سمحيي يولي في ذرار المعنى يس يسليه يولي سذرار الذرار السلاك ذاين المعنى يس سمحس وارش الطحا إيه ربطي قول كاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين وابو بكر الصديق يتمشى وس قدران مشي سالم سورة النور الآية 23 أنا عميه حديث الإفك حديث الإفك أنا عميه أبو بكر الصديق يقول قلنا كني مخلوق إني يخدم بس الخير نتير راسي دشر ديريكت إيه بعد يلدق موشيس مصطح بن أثاثة بن أثاثة يلدق موشيس يتعاون وكذا حديث الإفك يعني تعاونيث وكذا إلى آخره أبري لكن قرن استقبيليث يقنى النس يلدي ميس سرح كان ينسيس يبضى المذن في صلى الله عليه وسلم يبضى في الصديقة عائشة من المؤمنين باب أسد أبو بكر الصديق وراك رايح بعد الناس وقي ذين أسغل قغليفان خلاص ما كان مساعد الأول شحال يخدم الخير ولا يرفد ربي يرصد القرآن إن أسأل تحبون أن يغفر الله لكم أي ونحملها راسي سمح ربي لكن نحملها غير سمح ربي نسمح وخلاص ألا تحبون أن يغفر الله لكم أشو سين بكر صديق نسبة لا بس عند الله يثبت من قرأ كلمة القرآن يفكر ده وكثير فرثي كل شيء إغردنا في سورة الإسراء الآية 82 يند وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
للمؤمنين. خطر مدين بأصلاة والسلام عليكم بالشفائين. إفذر ثامن تأكد القرآن ثامن الدواء للناس ودينا ربي يمزل لها ينذل الناس ثامن لها طاس أطاس مثلها ثامن. ولكن مدين يهضر في الشفاء أجي والسين القرآن ودينا للناس نكرة بارك الله فيك كل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صافي مرديني رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لا يمكن أن نفهم هذا الحديث إلا بتقدير مضمارين وهو الإثم. معنى رفع عن أمتي إثم الخطأ، رفع عن أمتي إثم النسيان، رفع عن أمتي إثم الاستكراه ما أكره عليه الإنسان وما استكره عليه. واضح؟ وقي الصدق. أعود إلى المصنف. ثم المنطوق إن توقف الصدق، عثم فهم الصدق، الصدق قي صفيا سلمعني كي تنفهم يكبد لك. أو الصحة ذا شو الصحة أيها العالم الجليل شو ديننا باش نفهم سيد كان الصحة مثل كل قد نسفهم أنفهم باش نسفهم. المقصود بالصحة صحتان، صحة عقلية وصحة شرعية. سيد يوم بوال من كل قد نسفهم كثير سلي إن يك لابد من تقدير محذوف دي الصحة يعني. عاد فكر مثال قصة يوسف عليه السلام زعما فما شوية غزيفت قال من بضلايا 80 81 82 ذلايا 82 ذا شو السنوات مثل يوسف في بابا اسمي قرن يوسف يخر يوسف إن ابنك قد بندمين قد أدت تحقيق بعدها في الماضي قد ماشي قد يسرق ذي الشكنا قد سرق أميه ذمك يخر كسنا شهادة أرن وين نظن نسوى ما شهدنا إلا بما علمنا فورة ذي نوالا ثيط وبعدين نس واسأل القرية التي كنا فيها. بارك الله فيك. تفغض أكثر تخملون كي التحقيق. واسأل القرية التي كنا فيها. ثقي سورة يوسف الآية 82. الصحة العقلية لا تتحقق إلا بتقدير مضمار محذوف هو المقصود اسأل أهلها ماشي جدرانها ماشي الحيوض لكن يون فدر فد الشهد فدر ماشي الحيوض ماشي ذي زرع ماشي طجور ذي مزدار. أثمثنا سيدنا يوسف أننا سيفا فاسم فمشاهو تاقي واسأل القرية التي كنا فيها فغضت وزرطيدت استقصي القرية ذا شو قفرن إلى قاتي دنيني ثورة ذاكي باش أدفان الصحة العقلية باش عقلنا يتقبل خطر عقلنا لا يتقبل أن نسأل الجدران هل يتقبل عقلنا ذلك رقم ذا عقلنا صافي ذا شو قلق نخدم أنسي ولي ونبوال ذا شو المعنى يسنسقسي إي مولان إي نزدار أهل القرية سكانها نسأل سكانها أهلها عمارها اتفقنا. وبذلك يكون الكلام صحيحا وإلا لا يكون صحيحا. هذه صحة عقلية. زيد إضافة إلى هذا المجاز العقلي كاين الصحة الشرعية. الصحة الشرعية خطر لأن المصنف رحمه الله ذكر الصدق هكذا مطلقا ففهمناه عن طريق الأمثلة وبالمثال يتضح المقال وذكر الصحة ف
ففهمناه، ولكن الصحة صحتان، صحة عقلية نفكاد المثال، صحة شرعية. يأتي الشخص مثلا فالإيجار، مثلا عقد الإيجار، عقد الإيجار ثقي، عقد الإيجار تعريفه فقهي من الناحية الفقهية هو عقد معاوضة، تمليك منفعة مقابل عوض، مؤجر مستأجر. سيطة حانوت أتسخرض شي اسمك مؤجر، شي اسمك مستأجر. سيض واجبان، الواجب الأول تسليم العين المؤجرة يعني سالمة من كل عيب، تفكر الصحانوت صحانوت تلحو ما الطومبيل تفونكسوني ما تماشين تخدم إلى آخره. في السنث عندك مسؤولية أخرى اللي هي ضمان العيوب، ما يفند العيب إنك تسقمض ذيكس. يلا شيني مستأجر سيض ثلاثة شروط، ثلاثة الالتزامات. الالتزام الأول دفع الأجرة، خطر تمليك منفعة ماشي تمليك رقابة، الرقابة نتاعو الحيوض ما يكونش هناك شاشو تصفض تصفض المنفعة، تمليك منفعة معنى مقابل عوض مقابل أجرة، أستفقد الأجرة. الواجب الأول هو هذا، تسليم الأجرة متفق عليها. اثنين شرط أيضا مهم هو استثمار العين المؤجرة في ما اتفقتما عليه. ناس تحان وتتخدم غير القش نغاليك تروميناجي والسيادة الحق تسترد اللوزين. إذن المؤجر عنده التزامان، المستأجر الالتزام الأول دفع الأجرة، الالتزام الثاني أتخدم مذكان لها تحان وتسنيك أنت مسفان وتسترد راس اللوزين تسخم ضاي النظام خاطئ فين اسم السفام أكا إذن ما ديما ذكر الطوموبيل بعدين طوموبيل مش طوف روح ديو يسرمل ديو يديك دبريك سيما روح ساسفة ديو يزرى ميسني ضايق راكيني شريخت الشرع دي قرخاطي لقى الزرد أمومي تذكريض بكون ذا تركتو لذكريض سي نورمال ماشي ذا تركتو لفان ها كاميون إلى وين نظن ذاغ المدة إلى آخر فرضا وذاغ تحافظو ذا داخل إما في الظا أستخدم التعديلات داخل أتركتي في ضم كثيرة مضيفيض لو كان دياسيون غير المالك أحيني أخذم ذد الهود الحيوض ذد الحيوض اكسبو ثقي ريتا قوش ريتا دروات إلى آخره. فرضا أنت فعلت هل خالفت الشرع؟ خالفت الشرع وقد خالفت القانون أيضا، نتسى المؤجر يسالقك شرح أكي شرع لأنك خالفت مقتضى العقد. وربي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لماذا ذكرت هذه؟ باش نقول فقط أن الصحة الشرعية من يأمرك بالتعديل في المحل المستأجر هو مالك الرقبة، هو المالك، أنت منتفع، أنت عقد منفعة لأن عقد الإيجار هو عقد منافع عقد منفعة. طبعا الوقت ضيق وإلا في تفاصيل دقيقة فقهية باش نقول كيف توصل إليها العلماء باستخدام القواعد الأصولية فتوصلوا إلى استنباط الأحكام الشرعية، العلاقة بين الفقيه والمجتهد والأصولي والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية كل ذلك. يعني ذكرنا بعض المعلومات في هذا الموضوع وسنذكر الكثير في مستقبل الأيام. لذلك ذقي ديني هذه الصحة الشرعية، زيد والصحة الشرعية تستدعي الصحة العقلية عقلا لوجيكمون. أشين غشيني مستأجر أم كيف في الدلوظ بلا ما تشاورت أدين ظنكي لاكتيفيتينو إلى قد مضيفيغ وتحريك روح شوريث. ما تنساش باللي أنت مالك منفعة، مالك هو مالك رقبة، أنت مالك منفعة. إذن والصحة الشرعية تقتضي الصحة العقلية، ذيهن ذكرنا الصحة العقلية دون أن نذكر الصحة الشرعية. بس أي القرية التي كنا فيها
عقل لعقلك باش لا غير باش تيقبل معناه ماشي ذ الحيوض ما تهضر ماشي طجور ماشي زرا ولكن ينزدغ. يكمل المصنف رحمه الله واش يقول؟ يقول نعوذك الان باش نفهموا مليح. قال ثم المنطوق ان توقف الصدق او الصحه على اضمار فدلاله اقتضاء. هاو فهمنا الان دلاله الاقتضاء هي الدلاله الثالثه في المنطوق وهي الدلاله الاولى في المنطوق الضمني الذي يضاف الى المنطوق الصريح. وذكرنا ما ذكرناه دلاله النص والظاهر نمسفهم فقيلك فدلاله اقتضاء معنى ذا يقتضي ما ذكر. ثورة أدنح آخر حاجة قال ودل وإن لم يتوقف يعني على إضمارك ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة. صافي المنطوق الضمني يسعى دلالة دلالة اقتضاء نشرح يسيد دلالة إشارة أسيد نشرح ثورة نعطيه مثال. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية 282 وهي أطول آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية. سؤال هل يمكن إبرام هذا العقد يعني القرض الذي يرضى ليوني وايض بلا توثيق أم التوثيق لازم لصحة العقد؟ الجواب التوثيق ليس لازما إطلاقا. يون ما يرضى لي وايض إذا شوثني شركين يون يرضى لن اسمي الدائن وين يرضى لن اسمي المدين المقترض والقرضاقي استرضض بلا الكاغض بلا الشهود بلا النوتير بلا والو عادي. العقد هاكي صحة ولا صحة؟ صحة. مي ممكن الدنيا تورا ولدي ضرب بدي قارن في كتبوه اشيني غا. اذكركم الامر لا يفيد الوجوب دائما. تشفهم اش كنت النير لو كان ما نفهموش قواعد الاصول يهرد بعضنا بعضا كما نحن الان معظمنا مهردون. غير كل ماشي يضرك ديال الامه يرم ظلا نظلم طق على منطق خطر لعلمك ما كاينش الايمان كاين الحمد لله يخص العلم من بعد بيبري كان يوالي روح كل شيء ولد الايمان اذا ينقص خطر نتصوض الخير المشاكل تيم قرانين عشان يا ربي اللي قال بي اللي قال سلع عقلي سلع عقليك سوس على لاغيك تفهم. لذلك ربي مدينا في كتبوه الامر لا يفيد الوجوب ايه لنبز الامر عنده 16 معنى 16 ماشي من باي ماشي يول ماشي خمسه ماشي سبعه ماشي صافي بشد الى قاسي سينضي 16 ابرز الزرزور الزرزور مشات تفهم. ايه لذلك ربي مدينا في كتبوه ذاكي دلالة العبارة ماذا تفيد؟ تفيد لزوم التوثيق هو كيد معنى يصف كتبه ماركيف أثنكتف نعم ولكن ثلا غير النظام وهذه هذا الحكم لا يقبل على إطلاقه لا يقبل لأنه الدلالة هنا ما هيش على الوجوب مش على الوجوب بدليل أن العقود تصح أحيانا يتسير من بعض الكتابة على جل ما يسمى بالمانع الأدبي لو كان ثم طوث سنين يورجازيس بشاك يرضل غم يتالف في لقاء نوح النوتير إني سيد كانت زيري ما سنين طوثي سكا إن دي أشياء يضرون أسينا مدام رضلي دميتين ألف أسينا نعم أولا قال الله تعالى في كتبه الآية 280 من سورة البقرة ثانيا لو كون سيفيل تبدا تجيب لك بالقوانين. إذا كان في لا رياكسيونس
اسيني يا مدام انروح النوتير باش نخدم مع ريكونيسونس دو ديت باش يدفك 200,000. ثم طوثاكي تجي نتايا استين بلاك مي هضر بي. ما هو المانع ذاكي؟ مانع ادبي ولا لا لا؟ مي مي سا سير دري فافا سا سيني فافا كي رضلها 100,000 نغا مليون مي نتلاقاو عند النوتير عاد الساعة تاع الصباح. لكن جو كادير مي غوري. إلا هو ميسميس المانع الأدبي. المانع الأدبي يعني يجعلك لا توثق. ثم أحيانا التجار يا راسن مليون زوج مليون 20 مليون 40 مليون دايما سيركولين صافي 20 كان خمس شغل السنة خمس 20 نوتير فكتبوه 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 لا. فبالتالي والشريعة ترفع الحرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. سورة الحج الآية الأخيرة الأخيرة آية آخر آية. شحال عندها الآيات سورة الحج؟ شحال؟ 78 10 على 10 ها واش اجتهدت وأصبت كوراج برك هذا ما كان. الآية 78 من سورة الحج هي آخر آية. ربي وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم واش قال الشيخ حسن درك حقيقة لو كان كل شيء في الكتابة وأجدادنا اللي كانوا يبيعوا ويشريوا الأراضي والعقارات والشجر وكلش بلا كارت بلا والو صافي هذيك العقود باطلة لا معنى لا أوقعنا الأمة في حرج لا حكمنا ببطلانها ولكن بالعكس ربي قال في سورة المائدة الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كل العقود لي كونترا لي زونجاجمون ماشي لما يلا يكري ودينا القران يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود المكتوبات الموثقات لا لا يعني بالعقود كاع وقال ربي في سوره قاف الايه 18 ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما قالش موثق ولا قاضي ولا لا قال رقيب صافي ذن في النهاية لذلك أجدادنا ما عندهمش مشاكل في هذا الموضوع باسكو الكلمة لها مقام أولي ساعة زال يفكيك أول ذاول زين فمو اللي يحضركم الآن نرجع للآية هذه هذه الآية 282 من سورة البقرة دلالة عبارتها تفيد توثيق ولكن دلالة الإشارة دلالة الإشارة تفيد حجية التوثيق في الإثبات أي الغاشي تروح النوتر دخلنا ريكونيسونس دو دات أشيني بروف للإثبات خاطر ما تقدرش تقول واحد فلاني نسالو 20 مليون سالسلس 20 مليون شيني حبس الأصل براءة الذمة الأصل الإنسان يقول رسالة للدات ويلي فغان دي بروفي الكونترير في كيد الكاغذ كي تشوف الكاغذ ريكونيسونس اللي هي اعتراف بالدين خلاص هذه اللي قالها ربي يضرك القوانين راهي تتكلم عليها صافي ذاكي امشي بظن العلماء غير ثاقي بظن سوا شو الوسيله شو استخدمن استخدمن ماشي دلاله النص ماشي دلاله الظاهره دلاله العباره دلاله الاقتضاء استخدمن دلاله الاشاره باش دينين هذه الآية تفيد يعني دلالة الإشارة في هذه الآية تفيد حجية التوثيق في إثبات الدين لذلك الشارع الحكيم أمرنا بالكتابة لا من باب الوجوب إذا كان عندك وسائل أخرى نتاع الثقة عادي ماشي دائما الثقة في الوثيقة ماشي دائما الثقة في الوثيقة. أعتقد فهمنا الآن الخاتمة المنطوق. إذن إلا المنطوق الصريح يسعى دلالتان والمنطوق الضمني وكين كمل دانكارو يسعى دلالتان دلالة الاقتضاء أكد دلالة الإشارة. ذي المجلس القادم إن شاء الله تعالى أنفذو ذي موضوع أكي كفذا والمفهوم. ذينا أدن شرح داشو المعنى الأحكام من المفهوم جاون ثلويث أرثي من الليث والسلام عليكم ورحمة الله.